اهلا بكل محبي الحواديت في كل مكان، انا الحكواتي. جاهزين اخدكم معايا للقصه الاصليه لعلاء الدين، واحد من اجمل شخصيات ديزني ومن احلى افلام الكرتون اللي اتعملت. هنتكلم النهارده عن علاء الدين، الواد الصعلوك الذكي الحرك اللي بيحب يساعد غيره. نسيت حاجه، عنده جني بيحقق امنياته وبساط سحري بيطير عليه. ايه الجمدان ده يا جدع؟ بس هل علاء الدين في القصص القديمه هو علاء الدين بتاع شخصيه ديزني؟ سبويلر، لا، علاء الدين كان شخص فاشل وعكس قصته في ديزني. القصه الاصليه كان كلها كذب وسرقه وحاجات سيئه كتير. بس خلينا قبل ما نبدا القصه نختصر سريعا احداث فيلم الكرتون، عشان لو كنت ناسيه او جاي من كوكب تاني وما شفتوش لحد دلوقتي. علاء الدين في الفيلم كان حته واد بتاع شوارع بيعيش في مدينه اسمها اغربه، اللي بيحكمها سلطان طيب وعنده بنت جميله اسمها ياسمين، اللي كان عكس رغبة أبوها كانت بترفض كل العرسان اللي بيتقدموا لها. في يوم قابلت علاء الدين بالصدفة وهي هربانة من القصر، اللي في وقت قليل هي وعلاء الدين بقوا أصحاب. بس الحرس قبضوا على علاء الدين، وبعدها مستشار الملك الشرير راح قال لي ياسمين إنهم أعدموه، وراح اتنكر في هيئة راجل عجوز وهرب علاء الدين من السجن. وفي المقابل إن علاء الدين هيروح كهف سحري ويجيب له مصباح من هناك. وبعد شوية أحداث علاء الدين لقى نفسه محبوس في الكهف، وبالصدفة بيدعك الفانوس طلع له جني قال له شبيك لبيك. وبعد شوية رقص وأغاني حلوة راح مهربه من الكهف وقال له ليك عندي 3 أمنيات، وأول أمنية طلبها علاء إنه يبقى أمير عشان يتمنجه كده ويروح يتجوز ياسمين، اللي أول ما شافته لا كانت عارفاه ولا كانت طايقاه، بس بعد كده حبته. وبعد شوية قدر جعفر إنه يسرق المصباح من علاء الدين، واستخدم امنيته انه يبقى ساحر قوي، واستخدم سحره عشان يرجع علاء الدين شحات جربان تاني قدام ياسمين والسلطان. وبعد شويه جعفر حكم المملكه كلها وكان دايس على وش السلطان وبنته، بس علاء الدين عمل خدعه كده وضحك عليه انه يتمنى انه يبقى جني، وحبس نفسه في مصباح وانقذ المملكه والدنيا رجعت تمام. وفي اخر الفيلم هو وياسمين اتجوزوا وحرر الجني وعاشوا في تبات ونبات. قصه جميله صح؟ ديزني غيرت كتير قوي في القصه يا جماعه. اصل هنقوله دلوقتي ده ما ينفعش يتعمل قصه اطفال خالص. القصه الاصليه كان اسمها علاء الدين والمصباح العجيب، واللي اصلها من كتاب 101 اريبيان نايتس، واللي مكانها الاصلي مش زي ما احنا كنا متخيلين انه في الشرق الاوسط، كانت احداثها في الصين. واكبر اختلاف بين الفيلم والقصه الاصليه ان علاء الدين كان عيل فاشل عايش مع امه، فهو مش يتيم زي ما الفيلم كان بيقول. بس في اول القصه ابو علاء فعلا مات، والسبب اللي موته انه كان مستعر من فشل ابنه، وبالرغم من انه كان السبب في موت ابوه بس هو فضل فاشل زي ما هو ما تغيرش. وفي يوم من الايام قابل عمه اللي ما شافوش طول عمره. سبويلر يا شباب، ده مش عمه الحقيقي، ده كان شخصية مزيفة، والشخصية دي هي اللي عملت انسبريشن لشخصية جعفر اللي في الفيلم. مهم كانوا قاعدين بيتعشوا كده، فعمه سأله انت بتشتغل ايه؟ اول لما سأل السؤال ده لقى امه علاء قعدت تعيط من كتر قهرتها على خيبة ابنها. عمه قال له ولا تقلقوا من اي حاجة، انا هساعدك، هفتح لك محل وهملاه بضاعة وهتقف انت فيه تبيع وتشتري. تاني يوم عمه خده من ايده كده يتمشوا في البلد، اشترى له بدلة جديدة وجزمة. علاء كان مبسوط جدا وحس ان الدنيا بتضحك له، كل ده هيتغير اليوم اللي بعده. تاني يوم عمه خده يتمشوا تاني، بس المرة دي المشية طولت شوية، وصلوا فيها لحد الجبال وقاموا قاعدين مخيمين ومولعين نار. علاء راح قاعد وكان المشوار تعبه جدا وعايز يستريح، بس عمه المزيف ده كان عنده خطط تانية في دماغه. راح واخد باودر غريب كده ورماه في النار وقال شوية كلام سحري، وفجأة الأرض اتهزت تحتيهم. لسه علاء قايم ياخد ديلي في سنانه ويجري، عمه قام مديله كلوز لاين زي بتاعة المصارعة كده مرقده في الأرض وقال له اثبت بص تحتيك كده. علاء بيبص لقى باب كبير ظهر في المكان. عمه قال له بص الباب ده بيودي الكهف، هيوصلك لكنز محدش يقدر يوصل له غيرك يا علاء، وعشان كده انا جبتك هنا. عمه المزيف ده قال له يدخل وقال له ازاي يتفادى الافخاخ اللي جوه، واداله خاتم سحري هيساعده لو حصل له اي مشكله. علاء دخل عشان يجيب الكنز تفادى الافخاخ، بس عمل الحاجه الوحيده اللي عمه قال له ما تعملهاش. عمه قال له انت تجيب المصباح بس من غير ما تلمس اي حاجه تانية. علاء شاف جواهر وشاف حاجات حلوه قدامه وعينه لمعت، لمس حاجه غير المصباح، الكهف قعد يتهز وكان هيتهد فوق نافوخه. علاء خد المصباح وطلع يجري، وهو طالع عمه مدله ايده وقال له هات ايدك هطلعك بس اديني المصباح الاول. علاء قال له لا هدولك لما اخرج. عمه اتعصب ورزع باب الكهف في وشه وراح رامي باودر في النار تاني. وقبل ما علاء يستوعب اللي حصل لقى نفسه محبوس في الكهف. علاء قعد يومين في الكهف لحد ما قال خلاص
هي دي النهاية. وقعد يصلي، وهو قاعد بيصلي بيقرب ايديه الاتنين من بعض كده، دعك الخاتم السحري اللي كان في ايده اللي عمه كان مديهوله، طلع له جني طول بعرض، قال له عايز ايه مني؟ الجن هنا يا شباب في القصه دي خلقهم ضيق جدا، علاء اتخض وكان مرعوب وقال له انا عايز اخرج من الكهف ده. وفي لحظه لقى نفسه في بيت امه وفي ايده المصباح وشويه جواهر، راح قال لامه على اللي عمله عمه المزيف وموضوع الكهف ورجع ازاي وعمل اللي بيعمله اي عيل صغير راجع من رحله. قال لها طب خلنا ايه النهارده يا حاج؟ بس امه ما كانتش عامله اكل، فقال لها خلاص انا هروح ابيع المصباح ده وبفلوسه هشتري اكل. امه قالت له خلاص هات المصباح انضفه عشان يلمع كده وتروح تبيعه. بتدعك فيه طلع لها جني شكله وحش قوي، وهنا انا مش بتنمر على الجني، بصوا صورته يا شباب شكله وحش جدا. الجني طلع لامه وقال لها عايزه ايه؟ المهم الوليه شافته من هنا واغمى عليه، بس علاء كان بالفعل شاف جني فما تخضش وقال للجني يجيب لهم حاجه ياكلوها. في لحظه لقى قدامه اكل كتير على اطباق من فضه، علاء وامه كلوا الاكل كله وراحوا بايعين الاطباق الفضه وبفلوسها عاشوا لهم يومين حلوين. وبعدها بكام يوم السلطان اعلن ان بنته الاميره هتروح تستحمى في الحمام بتاع البلد، وان كل الناس لازم يقفلوا كل الشبابيك ومحدش يخرج عشان خصوصيه الامير. علاء الدين سمع الامر الملكي، بس زي ما احنا قلنا في اول القصه ان هو بني ادم فاشل، راح مستخبي في الحمام عشان يتفرج على الاميره، واول لما شافها كان الحب من اول نظره. واول لما روح جري على امه وقال لها تاخد المجوهرات الثمينه اللي رجع بيها من الكهف وتروح للسلطان تطلب ايد بنته ليه. فلما السلطان خد راي مستشاره قال له يستنى 3 شهور لحد ما ابن المستشار يلاقي هديه اقيم من دي قدمها للسلطان عشان يجوزه بنته. وبعد شهرين اعلنوا ان الاميره هتتجوز ابن المستشار، واول لما علاء الدين سمع الخبر قال لك لا انا مش موافق. وفي ليله الدخله طلب من الجن انه يجيب الاميره وجوزها لحد عنده، خلى الجن يرمي جوزها بره في التلج طول الليل، وقعد يشرح للاميره هو ليه بيعمل كده وانه عمره ما هيأذيها، وانه المفروض ابوها السلطان وعده انه هيتجوزها وعشان كده خدها ليه كزوجه. في نفس الليله نام علاء وشخر جنبها اللي وصفته الاميره بانها ابشع ليله في حياتها. بتصحى الاميره من النوم الصبح تلاقي نفسها في القصر بتاعها عادي على سريرها وكان مفيش حاجه حصلت. بتجري على امها تحكي لها اللي حصل لها هي وجوزها. ما قالت لها يا بنتي ما تقلقيش ده اكيد كنت بتحلمي يعني ما تخافيش. وتاني ليله حصل نفس الموضوع تاني، الاميره لقت نفسها عند علاء الدين ولما نامت وصحت كانت في القصر برضه. السلطان راح تاني يوم الصبح يصبح على بنته لقاها قاعده مصدومه من ليله تانيه قضتها مع واحد غريب وحتى مش قادره تتكلم. ابوها قعد يضغط عليها لحد ما هي وجوزها حكوا له اللي بيحصل كل ليله. جوزها من كتر ما كان مرعوب ومصدوم وما كانش قادر يستحمل اكتر من كده قال للسلطان ان هو عايز يطلق الاميره، وفعلا ده اللي حصل. وبعد شهر هيكون عدت 3 شهور اللي السلطان كان وعد بيها ام علاء الدين، فبعت علاء امه تاني تفكر السلطان بوعده. بس المره دي امه كان شكلها شحاته فقيره وما كانش معاه فلوس زي اول مره ومش جايبه حتى مجوهرات، فالسلطان كان عايز يفكس للجوازه دي، فقال لك انا هعجز علاء الدين. فقال لهم انا موافق على الجوازه بس بشرط ان علاء الدين يبعت 40 جره كبار مليانين ذهب على اخرهم، واللي شايل ال 40 جره دول 40 خادم لابسين لبس شيك. طبعا طلب كبير وتعجيزي، بس علاء عمل ايه؟ راح للجني واتمنى الامنيه وفي ثانيه كان معاه كل الحاجات دي، وراح باعت الحاجات دي كلها للسلطان مع عمه. طبعا السلطان استغرب وقال انا لازم اقابل الشخص ده. علاء الدين قبل ما يروح للسلطان اتمنى ان الجني يحميه كده ويمنجهه ويلبسه لبس كويس وخلاه يروح على حصان اغلى واجمل من حصان السلطان نفسه، وقدامه 20 خادم وامه كمان معاها 10 خدام يساعدوها، ده غير 10,000 قطعة ذهب كان عمال يرميهم على الناس في الشوارع. وده كان برضو الانسبريشن بتاع الاغنية بتاعت الفيلم. دخل علاء الدين على حصانه والخدام بيمشوا قدامه بيوزعوا ذهب على الناس. السلطان شاف الموضوع ده من هنا كان مستعد يجوزه بنته النهاردة. علاء بقى عمل فيها تقيل وقال لك لا انا مش هتجوز النهاردة، انا الاول هبني قصر كبير يليق بالاميرة. وراح طالع عامل امنية اتمنى قصر يبقى قدام قصر السلطان، قصر اكبر واضخم واجمل. ولو لسه ما خدتش بالك من الفرق ما بين القصه والفيلم فان علاء هنا يقدر يتمنى كل الاماني اللي هو يقدر يحققها، مش مربوط بتلات امنيات بس. بعد ما فرج السلطان على القصر اتجوز الاميره على طول، واللي كانت تخطط موضوع الخطف وعاشوا مع بعض حياه كويسه. علاء على غير المتوقع كان كريم مع الناس وسمعته انتشرت لحد ما وصلت من الصين لافريقيا، وده المكان اللي كان هربان فيه عمه المزيف. نسيتوه صح، طلع في الاخر ساحر افريقي سمع عن المصباح السحري، كان عايز حد اهبل يضحك عليه عشان يدخل الكهف يجيبه له،
ولسبب ما في القصة دي المصباح ما كانش بيشتغل غير لما حد يدهولك، وعشان كده المصباح ما اشتغلش مع علاء غير لما اداله امه وخده تاني. ولما الساحر سمع ان علاء الدين عايش حياة كويسة وطلع ما ماتش في الكهف، عرف ان المصباح له علاقة بالموضوع ده. في يوم من الايام علاء كان مسافر بيصطاد، فدخل الساحر متنكر على هيئة تاجر معه مصابيح كتير، وعرض على الأميرة انه هياخد كل المصابيح القديمة اللي عندها ويدي لها مكانها مصابيح جديدة. وساعتها الأميرة ما كانتش تعرف موضوع المصباح والجني والحاجات دي، ادت له المصباح. الساحر خد المصباح وطلب من الجني انه ينقل قصر علاء الدين بالأميرة لأفريقيا عنده. تاني يوم السلطان طالع ملقاش قصر علاء الدين قدامه، شك ان علاء عمل تعويذة خفت القصر والأميرة، فأمر الحراس انهم يقبضوا على علاء الدين ويعدموه فورا. وعلاء رجع من السفر، الحراس قبضوا عليه من قبل حتى ما يشوف ان قصره اختفى. خدوا الحراس عشان يعدموه، بس الناس اللي كانوا بيحبوه اتجمهروا وخلوا السلطان يوقف حكم الاعدام. وراح لعلاء وحكى له اللي حصل. علاء كان مصدوم وطلب من السلطان يديله مهلة 40 يوم عشان يلاقي الأمير، فوافق السلطان. بس زي ما احنا عارفين علاء الدين من غير المصباح حتة عيل فاشل ملوش لازمة. وبعد ما قعد يلف 3 ايام عمال يسأل على الأميرة ولو حد شافها، قال خلاص انا مش عارف الاقيها وكده كده السلطان هيموتني، فانا هموت نفسي احسن. قرر انه يرمي نفسه في البحر، وقبل ما ينط قال انا اقعد اصلي. لسه بيقرب ايديه الاتنين من بعض وبالصدفة دعك الخاتم السحري اللي لسه في ايده واستدعى الجني بتاع الخاتم. ولو فاكرين ده نفس الجني اللي ساعده يهرب من الكهف، واللي كان جني برضه بس اضعف بكتير من جني المصباح. علاء الدين طلب من الجني انه يوصله لمراته، واللي في ثانيه لقى نفسه في افريقيا بره شباك قصره القديم. فدخل لقى الاميره اللي شرحت له كل حاجه وازاي انضحك عليها، فقعد الاتنين يعملوا خطه كده ينتقموا بيها من الساحر. في الليل دخل الساحر وقت العشاء، لقى الاميره على عكس المعتاد متقبلاه ومتقبله فكره ان علاء الدين مش موجود، وقالت خلاص انا هعيش عيشتي وهستحمل الحياه معاه، وقالت له هنحتفل بحياتنا الجديده. نزل الساحر عشان يجيب ازازه نبيت يحتفلوا بيها، دخل علاء وحطه في كوبايه الساحر سم، وبعد شويه الساحر شرب السم واتكل على الله. علاء خد المصباح وطلب من الجني ان هو يرجع الصين بالقصر بتاعه. بس القصه ما خلصتش هنا، الساحر كان له اخ شرير اكتر منه، واللي خد على نفسه عهد ان هو هيخلص على علاء الدين والاميره، فسافر للصين وراح لست مشهوره بالسحر هناك وهددها انها تديله اللبس بتاعها، وبعد كده قتلها. لبس لبسها وراح لقصر علاء الدين، ومن اللبس بتاعها الناس فكروه ساحره، رحبوا بيه وفرجوه على القصر. ولما وصل للقاعه الرئيسيه قال لهم ان المكان تحفه، بس ناقصه حاجه واحده بس، بيض الطائر الرخ متعلق في السقف. فلو ما تعرفش فالرخ هو طائر اسطور. الاميره وافقت وطلبت من علاء انه يجيبها لها، وعشان كل حاجه سهله انها تيجي بمجرد امنيه، علاء راح للجني واتمنى بيض الطائر الرخ متعلق في السقف. لقى الجني بقى شكله غاضب وصدمه برده، قال له انه عمل عشانه حاجات كتير قوي، ازاي يجرؤ ان هو يتمنى ان السيد بتاع الجن يكون متعلق في السقف؟ ومن غضب الجني رفض ان هو يحقق لعلاء الدين اي امنيه تانيه، لا هو ولا مراته. وقبل ما يمشي قال له انت ومراتك جهله وجاحدين وتستاهلوا اللي يجرالكم، بس الست اللي بره دي مش الساحره، وضحك عليهم وقال لهم هو في الواقع اخو الساحر. بعدها طلع علاء وطلب من مراته انها تجيب الساحره عشان كان عنده صداع ومحتاج الساحره دي انها تعالجه. واول لما دخلت عليه راح طلع الخنجر وطعن اخو الساحر في صدره. طبعا مراته اتخضت، بس هو شال الوشاح من على وش اخو الساحر وشرح لها ان ده شخص مزيف. وبعد كده القصه بتقول انهم عاشوا في تبات ونبات وخلفوا عيال بقوا ملوك بعد السلطان ما مات. وبس كده، دي كانت القصه الاصليه لعلاء الدين والمصباح السحري. ما تنساش لو عجبتك تدوس لايك، اكتب رايك في كومنت، اعمل شير وتعمل سبسكرايب عشان تدخل جوه القصه الجايه. سلام.